لنعمل كنافة تشيز كيك رح نحتاج لنص كيلو من الكنافة، 100 جرام زبدة، معلقة كبيرة من السكر أو معلقتين كبار من السكر البودرة، كمان بدنا قطر، 400 جرام من الجبنة الكريمية، 2 كيس كريمة بودرة، كوب ونص كريمة، كوب كريمة يعني سائلة، 2 معلقة كبيرة من ماء الورد، معلقتين كبار من الليمون، 1 جلو ليمون، وثلث كوب فستق، وممكن كمان نستغني عنه. تمام، تقريبا زي ما قدرنا. خلينا اول حاجه نعملها ان احنا نحط القشطه الكريميه، نعمل الخلطه. جبنه الكريميه، فهنخلط بس الجبنه ودايما حراره الغرفه. ايوه، كيف بفهم عليكي صورتك. ايوه حاجه كتير. خليها نحط دلوقتي الكريمه، كريمه السائله كوب، وهنحط الكريمه البودره. اوكي، الجيلي انا بس عايزه بس هحط له شويه ميه سخنه، هي دي اللي استعملناها في الرز. لازم تكون شويه سخنه طبعا، فهحط بس مش كتير، يعني تقريبا شويه ندوبه، يعني نقطه يعني اقل من ربع كوبايه نقول، بس كده. ده بدل الجيلاتين، بدل الجيلاتين وبعطي طعمه الليمون بالظبط، عصره الليمونه هنحط كمان عصره ليمونه. طيب انا لازم بقى اخفقها شويه، هنزل الجيلو. شوفي هحط الموارد، ده اللي هيديها شويه موارد. موارد عربي شويه بالظبط، وبعدين وانا بخفق هنزل الليمون. الليمون هيخليها تمسك، هتشوفي اول ما بنزل الليمون هتحسيها جمدت وقفشت. والله مش بس عشان الطعم معناته. الليمون، بس الليمون لازم يكون طبيعي. طبعا الليمون لا، في ناس بيستعملوا صناعي. الله. الصناعي مش هيعمل نفس النتيجه، مش نفس المفعول، مش هيخليها تمسك. اوكي، لازم عصره الليمون. طيب اوكي، دلوقتي هاخدها هحطها في القالب. انا عملت القالب بس بايه، فركت الكنافه بالزبده. وممكن احط لها معلقه سكر بتخلي لونها احلى، بودره، وبعدين فردتها وعلتها شويه من الجناب. اوكي، بس شويه كده. هاي الكنافه اللي بنشتريها احنا من كنافة السوق، عاديه عجينه الكنافه، عجينه الكنافه. شوفي اصلا التشيز كيك مسكت، بس هنحطها برضو شويه على ما نكمل. بصي دلوقتي احنا الكنافه اللي تحت حطيناها، ما حطيتش عليها قطر. بس هحط شويه صغيرين على الكنافه. الكنافه دي اللي بره، ايه الكنافه دي؟ دي كنافه عاديه برضو زي اللي احنا حطيناها تحت. بس انا قليتها في الزيت. وبعدين حطيتها على ورق المطبخ علشان يروح منها الزيت خالص. ونقدر ان احنا نحطها شويه على الوش، بيبقى طعمها لذيذ كده وبيقرش. بيبقى حلو بجد يعني. فبس دي هخلطها مع يعني معلقه، نقول بس معلقه، بس معلقه بس من القطر. اوكي، لان ما فيش كتير سكر تحت في الكنافه، فهنحط بس شويه فوق، وممكن نستغنى عنها. وممكن تمام، بس يعني انا بحبه معاها هاي الطريقه. انت عشان هيك خليتي الكنافه تحت. بس غادة انت شويتيها هاي الكنافه صح؟ انت قلتي قليتها بالزيت. لا، اللي تحت مشويه. قلتي شويتيها صح. قد ايه حطيتيها بالفرن؟ حطيتها لغايه ما احمرت. لحمرت. عشان تتابعوا كل وصفاتنا اللذيذة والجديدة اللي بنقدمها لكم، اعملوا شير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب مطبخ رؤية.